بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. إذا كنت تعاني من الاضطراب وكثرة الضغوطات في البيت أو في العمل، هناك يعني تعاني من ضغوطات كثيرة في البيت من قبل شخص يعيش معك، وأنت تعيش حالة يعني الضغوطات العجيبة والكبيرة، وتكاد أن تموت حزنا وكمدا من هذه الاضطرابات والضغوطات، أو في العمل كيف تتخلص منها سريعا ويفرج الله سبحانه وتعالى عنك ويخلصك من هذه الضغوطات الحياتية اليومية، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليك باب الفرج، إما أن يبعد هؤلاء وإما أن يضع لك وضعا أحسن من الوضع الذي أنت فيه. جرب ولا تشك. يقول آية الله الشيخ فاطمي، أو عفوا آية الله السيد فاطمي، يقول أنه من سيطر عليه الاضطراب وكذلك ضغوطات الحياة في بيته أو في عمله، هناك من يضغط عليك ويجعلك تعيش حالة الاضطراب وتصل إلى مرحلة الاكتئاب إلى غير ذلك، وتشعر بأن هذا الوضع لن تتخلص منه أبدا، ربما تموت هذا الوضع باق على حاله. لا أبدا، إن شاء الله بعد هذه المجربات من علمائنا الأعلام خلال 7 أيام فقط. فقال آية الله السيد فاطمي: من أراد أن يتخلص من الاضطراب والضغوطات التي يعاني منها في بيته أو في عمله بشكل يومي، يقرأ الآية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مدة 7 أيام بعد كل صلاة فريضة، يفرج الله تعالى عنه، وهذا الأمر من مجربات العلماء. أي ضغوطات في حياتك، في بيتك، في عملك، في أي مكان، واحد يضغط عليك، مأذيك، يخلي حياتك مضطربة، 7 أيام فقط بعد كل صلاة فريضة، هذه الآية الشريفة الواردة في سورة الأنبياء رقم 83: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.